وكان ليهم دور طبعا مهم في تاريخ مصر الحمد لله. النهارده بيسعدني اكون متواجد معاكم في حضور الاحتفاليه الجميله اللي احنا بنحضرها مع بعض النهارده، صلح بين اهالينا. بيسعدني ان احنا نكون موجودين مع بعض في كل، واقدم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الصلح، واشكر رجال عائله شرطوط مره ثانيه، واتوجه بالشكر لعائله الشاذلي، واشكر لجنه المصالحات. نقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن هذا الصلح الذي تم بيننا صلحا شافيا ووافيا، ومن يخل بهذا الصلح أو ينقض العهد مع المولى عز وجل.